احتفل أهالي مدينة بيت جالة في فلسطين بعيد القديس نيقولاوس شفيع المدينة، حيث أقيم بهذه المناسبة قداس احتفالي في كنيسة القديس نيقولاوس. ترأسه غبطة بطريرك المدينة المقدسة وساري أعمال فلسطين والأردن كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، بمشاركة شخصيات رسمية ودينية ومحتفلون من داخل البلاد وخارجها. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. احتفلت رعية الروم الأرثوذكس في مدينة بيت جالة بعيد القديس نيقولاوس شفيع المدينة وحاميها بقداس إلهي ترأسه غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث والأباء الأجلاء وبحضور عدد كبير من الشخصيات ورئيس بلدية بيت جالة نيكولا خميس وعطوفة محافظ بيت لحم كامل حميد والدكتور رمزي خوري رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الكنائس وسفير دولة اليونان وشخصيات رسمية واعتبارية وجموع من المؤمنين من داخل البلاد وخارجها. تمتاز مدينة بيت جالة بوجود شفيع لها هو القديس نيقولاوس الذي يطلق عليه شفيع المرضى والمسافرين، وهو قديس العجائب، وكذلك يطلق عليه اسم سانتا كلوز. وتعتبر هذه الكنيسة قديمة والأثرية من الكنائس في الأراضي المقدسة والتي بنيت فوق المغارة التي كان يعيش فيها القديس نيكولا لكونها قريبة من مدينة بيت لحم ومغارة الميلاد، حيث يحج إليها المؤمنون ويقدمون النذور فيها بكل خشوع وإيمان. هاي مدينة بيت جالة مشهورة بالأسامي نيكولا لأنه هو شفيع البلد، وكل الناس بندروا أن يسموا اسم نيكولا على اسم الشفيع البلد، وهاي فرحة كبيرة إنه كثير ناس كل موجودون هنا وكثير ناس يجوا من برا بيت جالة لزيارة وتشفعوا من القديس نيقولاوس. وأهلا وسهلا فيك، كل عام بخير. اليوم نحتفل بعيد القديس نيقولاوس، كل سنة وأنتم سالمين جميعا. بعيد على الشعب الفلسطيني بمناسبة عيد مام نيكولا، القديس هو اللي شفيع لأهل بيت جالة وشفيع للبلد، وبنتمنى إنه تكون سنة خير على الجميع. وانت شايف العالم كلها بتجي من حناء العالم عشان تحضروا لقديس مام نيكولا لانه شفيع البلد كلها، وكل عام انتم بخير، وان شاء الله السنه بتكون احسن من غير السنين. المنغصات اللي احنا بنشوفها كل يوم في حياتنا، ولكن احنا من شعب بده يعيش، منا نفرح، منا ننبسط، منا نساعد بعض، منا نخدم بعض، منا نضلنا في هالبلد، من هالبلد مش طالعين، هذه بلدنا خلقنا فيها نعيش فيها ونموت فيها. احنا بالنسبه لنا كلجنه رئاسيه مهمتنا المحافظه على الكنائس بكل ما تمثله من مؤسسات ومدارس وجمعيات ونوادي واوقاف، لانه هذا الوقف وقف مقدس. احنا موقفنا واضح تاريخيا كلجنه رئاسيه، وموقف الرئيس واضح، احنا ضد اي تسريب او اي بيع لاي ارض من اراضينا في كل الكنائس وليس اشخاص. كان الهدف منها تتعاون كل المؤسسات المعنية بمكونات المجتمع، لأنه في معنا مثلا مستشار الرئيس للشؤون القانونية بيمثل الرئاسة، معنا مساعد وزير الخارجية سفير عمار حجازي، عندنا احنا نمثل نموذج يعني يحتذى فيه في الشرق الأوسط. كل عام وانتم بخير بمناسبة احتفالات القديس نيقولاوس في مدينة بيت جالة. احنا في بيت جالة بنعتبر انه شفيعها وحاميها هو القديس نيقولاوس. طبعا هذا الاحتفال ما هو قديم ولا هو جديد، هو تقليد في بيت جالة منذ عصور غابرة ترجع لوجود القديس نيقولاوس في القرن الرابع الميلادي في بيت جالة، لما زارها كان كاهن متوحد متنسك في مغارة الموجودة في بيت جالة محاذاة بيت لحم. خدم في هاي المنطقة كراهب عدة أشهر حتى غادرها إلى باتارا اللي هي موجودة في جبال أنطاليا في تركيا، ومن هناك صار رئيس ثقافة ميرا ليكية وشارك في المجمع المسكوني الأول 325. هلا إحنا في بيت جالة نعتبر هو شفيع البلد، لأنه لما غادر البلد
أعطى كلمة للمسيحيين الموجودين في ذاك الوقت اللي كانوا تحت الاضطهاد الروماني والاضطهاد طبعا اليهودي، انه راح يضل صلواته مرفوعه قدام الرب يسوع المسيح قدام العرش السماوي لهي اجل فلسطين واجل الشرق الاوسط من اجل السلام ومن اجل المسيحيين اجمع. من بعد هذه الفتره اجت القديسه هيلانا وبلشت نوع من الازدهار والايمان المسيحي في بناء الكنائس والاديره، وهون انبنى عندنا في نهايه القرن الخامس الميلادي بدايه السادس الميلادي دير باسم القديس جوارجيوس ويحمل كنيسه باسم القديس نيقولاوس لحديت السنه 614 لما اجوا عندنا غزاء الفرس، انهد الدير حتى 628 ميلادي. بعدها طبعا بنعرف انه هرقل امبراطور فيزنطا اعاد للمسيحيه مجدها، لكن في خلال فترات قصيرة جدا ما قدرت المسيحية تعيد الكنائس والأديرة كانت موجودة لأسباب كمان غزوات أخرى كانت من الجزيرة العربية. بنعرف أنه كنيسة القديس نيقولاوس انهدت كمان مرة في سنة 1900 ميلادي من قبل الفاطميين اللي كان في ذاك الوقت الحاكم بأمر الله الفاطمي، لكن أجدادنا أو جدودنا اللي أجوا في القرن 16 ميلادي أيام الاجتياحات التركية كل أهلنا اجتمعوا في خربة الدير، وهنا بلشوا يبنوا من حول المغارة وحول الكنيسة المهدودة بيوتهم، ولما وجدوا المغارة بنوا الكنيسة الموجودة اليوم هي كنيسة مار نيكولا. وبعد انتهاء القداس احتفلت المدينة باستعراض كشفي مميز بحضور جماهيري غفير، كما تم توزيع الهدايا والحلويات والاستمتاع بالترانيم الدينية والميلادية تزامنا مع قدوم الأعياد الميلادية المجيدة. لنورسات مارلين الحدوة من كنيسة القديس نيكولاوس بيت جالة.